بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، معكم أخوكم أحمد العزازي من قناة الزراعة. اليوم 29/10 والساعة 5 مساء بعد التوقيت وتعديل التوقيت الشتوي. طبعا حضراتكم شايفين بنزود مية في الحوض اللي هو الميكسين الأزولة مع الأوليفيا. طبعا حضراتكم المية دي بنتكلم عشان الناس تاخد معلومة كويسة، الارتواز دي من 600 لغاية 900 بي بي ام، شغالة ممتاز. وادي الانتاج، وادي اللون الاخضر ممتاز، اهو نقرب لكم المسافة شوية. الاوليفيا والازولة حضراتكم شايفين الحوض اهو، بسم الله ما شاء الله. نزود المية بس شوية عشان يعني اللي عنده 20 سنتي ما فيش مشكلة، حضراتكم شايفين هم. طبعا بنتكلم ونكرر تاني، الناس اللي بتقعد تسأل بالنسبة للتسميد، يا جماعة التسميد بالنسبة للنباتات الأولية والسرخسيات دي يعني حاجة ضعيفة جدا، كلها جرام 5 جرام، حاجات بسيطة جدا. والمية بتبقى فيها يعني عناصر برضك، المية اللي بنزودها دي فيها عناصر. فرجاء الناس اللي بتاخد حاجات وترجع تزود أسمدة كده بمزاجها، بنقول لهم سواء إضافة بالمتر المربع يعني من 2 سنتي إلى 5، 2 جرام إلى 5 جرام بالنسبة للأسمدة المعدنية، يعني ما تزودش على 5 جرام. بالنسبة للسنتيات الرش، لو هتضيف على المية اللي هي مية ترش برضك 1 سنتي، إذا كان السماد برضك سائل معدني وسائل، 1 سنتي بتضيف على كل متر، كل لتر مية، تمام؟ يعني 1 سنتي لكل لتر مية. بالنسبة للمتر المربع لو عايز تضيف على المساحات، 1 سنتي لكل 1 سنتي إلى 5 سنتي سماد لكل متر مربع. دي زي بقول لحضرتك بنكرر فيها مرة واثنين وثلاثة، ما تزودش عن كده، دايما تحسب المساحة او لترات المية اللي هتضيفها وتحسب عليها السماد. اساس في ناس دايما بتسأل السؤال ده، او ناس بتحط بمزاجها وترجع تقول لا ده شكل الازولة او شكل النبات اللي عنده، سواء عدس ولا اوليفيا ولا اي حاجة، احمر اصفر اتحرق، الحاجات دي هي دي بتبقى اول مشكلة ان انت حطيت كميات سماد كبيرة جدا، تبقى معدلات كبيرة في التسميد. احنا بنكرر يا جماعة، بنقول لكم ادي المعدلات اهي، وكل 20 يوم، 15 او 20 يوم ما تعمل العملية دي مرة، مش كل يومين ثلاثة لا. وفي تسميد العضو زي ما حضراتكم انا قلت قبل كده في فيديوهات، تابعونا ان شاء الله وربنا ييسر في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. اي مشكلة بنقول بندي عليها خلفية، وتابعونا على قناة الزراعة اليوم. أخوكم أحمد العزازي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.